هذا المؤتمر مؤتمر الذي يرصد التطورات أو التقدم الحاصل في أبحاث وعلاجات الخلايا الجذعية لمرض السكري تحديدا. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف رئيس هذا المؤتمر، هو العالم بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي الدكتور عصام عبد العليم. دكتور صباح الخير. صباح الخير مراد. أهلين دكتور. بداية هذا أول مؤتمر يعنى بالخلايا الجذعية وبحث الخلايا الجذعية لمرض السكري هنا في قطر، لماذا الآن بالذات؟ أوكي، سؤال مهم جدا. لأنه ده الوقت اللي هو قدرنا نعمل فيه تطور في مجال الخلايا الجذعية هنا في قطر، إن نحن نقدر نبقى عندنا النسخة بتاعتنا، النسخة هنا من الدول العربية. فالمؤتمرات قبل كده كنت ممكن تدعي علماء كبار من الخارج ولكن ما عندكش النسخة بتاعتك، فحاليا عندنا النسخة بتاعتنا اللي تضاهي إلى حد كبير ما يحدث في أوروبا والدول المتقدم. المؤتمر ده بيشتغل تحت الأمبريلا أو تحت مظلة التعاون مع هارفارد بين قطر فاونديشن، مؤسسة قطر، وهارفارد ستيم سيل انستيتيوت أو المعهد هارفارد للخلايا الجذعية. فحبينا السنة دي نعمله بشكل، لأن احنا عايزين نفتح أفاق أكبر في المستقبل لتعاونات مش فقط هارفارد مع أوروبا وأمريكا ودول أخرى. فده بداية نبدي منها تعاونات في هذا المجال، خاصة احنا ابتدينا هنا آخر 10 سنوات الستيم ستيلز أو الخلايا الجذعية بدأت في قطر. فحاليا عندنا متدربين، عندنا ابحاث منشوره عالميا، عندنا جوائز من على مستوى العالم. فابتدينا ان احنا نقدر نقول دلوقتي اوكي وي كان دو ات. فعشان كده التوقيت ان احنا نبتدي نفتح تعاونات اكبر وشركات اكبر ونبتدي نتوسع اكبر في مجال الخلايا الجذعيه، خاصه ان هنا بنركز المؤتمر بيركز مش على خلايا جذعيه اي خلايا جذعيه، خلايا جذعيه الاحدث اللي هي تقدر تساعد المرضى في المستقبل، مش بس مرض السكري بس كمان الامراض الاخرى. بالفعل بمناسبه الامراض الاخرى فقط نشير الى لمشاهدينا ونذكرهم بانه في الشهر الماضي قبل شهر تقريبا من الان تم مشاهدينا زرع ولاول مره لمريض باركنسون خلايا جذعية على أمل أن تتطور لتحل محل خلايا دماغ تالفة تنتج الدوبامين الذي يؤدي نقصه إلى هذا المرض، مرض شلل الرعاش أو الباركنسون. وهذا حتى نبين لكم أن استخدامات الخلايا الجذعية واسعة النطاق، لكننا سنركز اليوم فقط على موضوع السكري تحديدا مرض السكري، وهذا ما يتخصص فيه هذا المؤتمر. وشاهدنا يا دكتور مشاهدة أو لاحظت مشاركة أسماء وازنة عالميا في هذا المؤتمر. ما الذي سيضيفه هذا الحضور لخططكم في التوسع عالميا؟ هو اختيار المتحدثين من خارج قطر كان مختار بعناية دقيقة جدا، لأن احنا مش عايزين نقدم أي ساينس أو أي علم، احنا عايزين نقدم علم نقدر نقول مفيد وعلمية معمولة على أسس علمية. دكتور فقط بين قوسين، يعني هناك علم مفيد وغير علم غير مفيد؟ أكيد، لأنه في شبه علم وفي علم بجد. فإحنا كنا حريصين جدا إنه الأسماء اللي موجودة ديت ده كل واحد بيمثل، كلهم بيشتغلوا على الديابيتس، كلهم بيشتغلوا على الخلايا الجذعية لكن من زوايا مختلفة. يعني عندنا متحدثين اللي هو أول واحد شارك في التجارب السريرية في العالم، وهو اللي عمل التجارب السريرية، كان مشارك في التجارب السريرية لزراعة الخلايا الجذعية لمرضى السكري، بروفيسور كاميلو ريكوردي، وهو كمان من أشهر علماء العالم في مجال نقل خلايا البنكرياس أو المسمى زراعة البنكرياس، وهو اكتشف أجهزة باسمه في هذا المجال. عندنا هيبروك، يعني ماتياس هيبروك من ألمانيا، هو من أهم العلماء في هذا التخصص في تخليق الخلايا الجذعية، تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا مفرزة للإنسولين شبيهة بخلايا الجسم. وعندنا من هارفارد ريمونا بوب، هي ميلتونز لاب اللي هو أشهر عالم في العالم تمثل المعمله، فاللي هو حاليا هو برضه هو مشارك في التجارب السريرية مع شركة فيرتكس، وهناك خبرات كذلك وراء هذه الأسماء. احنا اهتمينا جدا حتى انه ان احنا نعمل تمثيل مش فقط
في تمثيل من دول مختلفه عشان الستوريز تكون مختلفه. حضرتك مشاركين من سنغافوره كذلك. سنغافوره من اليابان. اليابان العالم كينجي. كينجي هو من مع العالم اللي اكتشف الخلايا الجذعيه، هو ده السنتر. السنتر ده هو رئيسه اللي هو شينيا ماناكا. ففي فيرجن او نقدر نقول فيرجن ياباني في سنغافوري، فيها من بلجيكا، وبالتالي مدارس مختلفة من دكتور، في من أمريكا. بالفعل مدارس مختلفة تشارك في هذا المؤتمر، لكن ما هي المواضيع التي ستناقش في هذا المؤتمر ويمكن أن التركيز عليها أكثر؟ أهم موضوع هيناقش خاصة بكرة اللي هو فيها بانل ديسكشن او مناقشه مع كل العلماء المهمين في هذا المؤتمر على استخدام الخلايا الجذعيه لعلاج السكري. ايه هو الجديد؟ هنتكلم على التجارب السريه الحاليه، ايه النتائج بتاعتها؟ النكست ستيب او الخطوه التاليه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كمان هنتكلم على جزء الابحاث، احنا محتاجين نركز على انهي دايركشن بالظبط، اتجاه. فكل ده هنناقشه في هذا المؤتمر، وفكره ايه التطور في انتاج خلايا شبه خلايا اللي موجوده في جسم الانسان او اللي هي تنقل للمريض. فاخدنا من وكمان هنناقش ان ازاي نستخدم الخلايا ديت عشان نكتشف علاجات جديده على الخلايا، ان احنا ممكن نستخدمها بدل ما نستخدم الحيوانات التجارب. دلوقتي بنستخدم خلايا تحمل نفس المعلومات الوراثيه بتاعه المريض. اذا الخلايا الجذعيه ليست فقط للعلاج ولكن لاكتشاف الامراض. أصبر. الامراض. طيب دكتور، في السنه الماضيه كان هناك الاعلان عن شفاء اول مريض بالدايابيتيز النوع الاول او السكري من النوع الاول بعد زراعه خلايا جذعيه. هذا خرق علمي كبير. تمام. الان الناس يتساءلون لماذا التروي، لماذا لا يتم تعميم هذه التجربه الان ونخلص من السكري النوع الاول؟ مش بالبساطه ديت. طبعا هي فكره المريض تشيلتون اللي هو تعالج سنه 21 ونتائجه كانت مبشره جدا، وانا اتكلمت عنه في الجزيره قبل كده. ده خطوه كبيره جدا، يعني هتسرع عمليه القرب من العلاجات الحقيقيه. بس في خطوات علميه لازم تتخذ، اللي هي التجارب السريه ستيج 1 او مرحله الاولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، لانك انت لازم تتاكد من كل عوامل الامان للمريض، لان دي خلايا مستنسخه، فلو اي خطا ممكن يضر المريض بدل ما تشفيه تضره. فدي في خطوات. فكنا وصلنا ان احنا نوصل للمريض ونحقن مريض وتحقن، مش بس مريض واحد، لانه بعد كده في اكتر من ثلاث حالات اتحقنوا وكلهم ادوا نتائج ايجابيه. بعد كده بتكبر عدد الحالات وبعد كده وهكذا، لان انت لازم تتاكد انه ما فيش اي ضرر على اللونج تيرم كمان. فنتوقع في خلال السنوات، ما نقدرش نقول امتى بالظبط، بس نقدر نقول خلال السنوات القليله القادمه هيكون في اكتشافات غير طبيعيه في هذا المجال، وممكن يكون في علاج، ممكن يكون غالي في الاول بس هيكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في فتح كبير. لكن نتساءل هنا يا دكتور، ما هي ابرز التحديات التي تواجه الابحاث المتعلقه هنا بالخلايا الجذعيه لمرض السكري وقد تعوق ربما الاعتماد علاجات جديده سريعا؟ انت بتتكلم عالميا ولا عالميا؟ عالميا اكثر، لانه الابحاث الخلايا الجذعيه من النوع ده اللي احنا بنتكلم عنه مكلفه جدا. فمن اكبر عائق هو توفر الدعم المالي، اوكي، لانه ده بيحتاج وقت على ما يوصل للمريض. فمش اي دول حتى تقدر تشتغل على هذه الانواع من الخلايا، فده من اكتر عائق انا شايفه. العائق الثاني اللي احنا نقدر نقول عليه اللي بنسميه ريجوليشنز او القوانين المنظمه، لانه عشان تحقن مريض انت محتاج موافقات كتيره جدا، ومحتاج فدي حسب، ودي بتختلف من دوله لدوله حسب بنسميها الريجوليشنز او القوانين داخل كل دوله. فدي من اكتر الاشياء اللي شويه بتاخد وقت كتير. فبنعتبرها تشالنجز او تحديات. طبعا اكيد نتمنى ان يكون هناك فتح اكبر، لان مرضى السكري وعائلتهم ينتظرون كل جديد، وربما ونتمنى ان يسهم هذا المؤتمر في احداث فارق او اضافه في هذا المجال ونهج لايجاد علاجات لمرض السكري باستخدام الخلايا الجذعيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا. دكتور عصام عبد العليم، انتم رئيس هذا المؤتمر وعالم بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعه حمد بن خليفه تحت مظله قطر فاونديشن او مؤسسه قطر. شكرا جزيلا.
إذا لينا وخالد، مثل ما تابعتما لدينا هذا الموضوع كبير جدا، سيكون له آفاق كبيرة ودور كبير ربما في إيجاد حل لمرض السكري الذي صعصع على الكثيرين ولسنوات، وكذلك هو خطوة مهمة وركيزة في ضمن ما يعرف بالطب الدقيق، وهو أحدث أنواع الطب حاليا أو مستقبل الطب في العقود القادمة أو السنوات القليلة القادمة. إليكم.